تقدم الخطوات مع الطالب هشام ضعفات والطالب محمد البهلولي. اذكر معنى التسبيح. البهلولي: هو تطهير الله عن صفات النقص التي لا تليق به. احسنت. عرف الموالاه. تعني محمد الله ورسوله محمد المؤمنين. احسنت. عرف المعاداة. هو يظهر العداوة لأعداء الله ورسوله والمؤمنين. أحسنت. كم كان عدد جيش المسلمين في غزوة حنين؟ 12,000 مقاتل. أحسنت. من هو قائد المسلمين؟ البهلولي. مالك. نعم. الفائز هو محمد